من هذا المرسم المتواضع تبدأ الفتاة الإماراتية سمية الزرعوني إبداعاتها الفنية، فرغم أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنها أطلقت خيالها في لوحات تشكيلية لافتة، وجعلت من الريشة والألوان أدوات تجسد من خلالها مزيجاً من الحزن والأمل والتفاؤل، فأصبحت نموذجاً للإبداع والعطاء، وأثبتت للجميع أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر والروح وليست إعاقة الحركة. على حد لوحات تصنعها نسبة طاقة إيجابية، تصنيع التفاعل، هذا يعني أحد أنواع اللوحات. أنت تلاحظ اللوحات يمكن فيها شوي حزن، لكن هذا شيء لاحظ الإيجابية هذا شيء. سمية وإن كانت تكتفي بعرض أعمالها في منزلها فإنها أبهرت الزوار بمواهبها المتميزة. فنانة رائعة، يعني تحدت إعاقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن هي أبرزت للعالم أن الشخص ممكن يصنع الشيء المستحيل بإرادته وبعقله وبتفكيره مش بالجسد. بالإضافة إلى الرسم، أصرت أن تكون حافزة لذوي الاحتياجات الخاصة، فأطلقت على نفسها في مواقع التواصل الاجتماعي اسم أصحاب الإرادة والتحدي، وأصبحت عضواً في جمعية سفراء العطاء للأعمال الإنسانية. لابد من كلمة تقال، أن لابد من الاهتمام بإخواننا وأخواتنا، لابد من إبراز هذه الطاقات. سمية على الرغم من أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنها تتفوق على كثير من أقرانها في مجال الإبداع، والموهبة الدفينة لديها تستحق الإبراز، تستحق التشجيع حقيقة. علاقاتها الاجتماعية الواسعة وإصرارها على التعلم كلها أسباب تميزها وتمكنها من الحصول على جوائز وشواهد تقديرية على مستوى الدولة. سمية الزرعوني وإن كانت تكتفي بعرض أعمالها للزملاء والأقارب هنا في بيتها، فإنها تحلم بأن تشارك في معارض تشكيلية أصبحت تثري الحياة الفنية والثقافية في دبي. حياة أدريهام العربية.